متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 32 درجة مئوية، الملموسة 29، والرطوبة منخفضة 12%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة أسرع. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، سكاكا 37 عفوا إلى 23، عرعر 38 إلى 25، وتبوك أتربة ومثارة 33 إلى 22. المنطقة الغربية، مكة المكرمة طقس حار بشكل لافت، 45 درجة مئوية المتوقعة كحرارة عظمى في مكة المكرمة، 31 كحرارة دنيا. المدينة المنورة 39 إلى 28، مدينة جدة 41 إلى 27، أما الطائف 32 إلى 20. المنطقة الجنوبية الغربية، فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار في كل من الأبهى والباحة، أبهى تسجل 28 إلى 19، الباحة 29 إلى 21، أما جازان 36 إلى 32. المنطقة الشرقية، حفر الباطن 38 إلى 27، الدمام 38 إلى 24، والإحساء 37 إلى 24. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 35 إلى 25 نفس الحرارات في بريدة، أما حائل طقس غائم جزء 32 إلى 23. إلى اللقاء.